أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه الآية سياقها بعد المحنة التي وقعت لبني إسرائيل لموسى وقومه وتهديد فرعون لهم، وقال الملأ من قوم فرعون: أتدر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك؟ الملأ يعني الخاصة الحاشية البطانة لفرعون، قول لفرعون: أتدر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، يحرضون فرعون على قتل موسى وقتل أتباعه، أتدروهم ليفسدوا في الأرض ويترك عبادة الأوثان والأصنام ويتركك ويترك آلهتك؟ وهذا يبين لنا دور بطانة السوء للحاكم، كيف أنها تحرضه على المعاصي وعلى الاستبداد وعلى القتل وعلى سفك الدماء وعلى الانحراف وعلى ارتكاب كل المفاسد والموبقات، وهذا أمر في غاية الخطورة. لابد للحاكم أن يتفقد حواشيه ويتفقد الناس الذين يحيطون به والذين يقولون إنهم نصحاء لهم، لابد أن يتفقدهم من حين لآخر ويراجع نفسهم: هل هم حقيقة ناصحون له أم إنهم يزينون له الباطل ويشجعونه عليه، وهمهم هو مدحه الكاذب فقط، أن يمدحوه وأن يزيوا له كل أعمال التي يعملونها، يقول له إنها حسنة وأن هذه الفكرة صائبة وأنك المفكر وأنك صاحب القرار حاسم، وأن هذا لابد أن ينتبه له كل من يتولى مسؤولية في الدولة، لأن هذا من أخطر الأمور. الحاكم حتى لو كان هو صالحا، إذا حاطت به بطانة سيئة فإنها تفسده، وفسادها يعود على فساد الحاكم ثم يعود على فساد الأمة. فالطغاة إنما يصنعون من حواشيهم ومن الذين يغشونهم، وهم في الواقع ليسوا نصحاء، وإنما غششة ظلمة. ولذلك الله عز وجل حذر من هذه البطانة وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم. فهذا يبين لنا خطورة هذا الأمر، ولا بد كل من يتولى مسؤولية أن يعتني بهذا، لأن هذا لن يعفيه من المسؤولية، ويجب عليه أن يقرب النصحاء والأمناء والمخلصين والذين يعملون لله، لا يعملون للترأس ولا يعملون للجاه ولا يعملون للحصول على مكاسب ولا على مغانم، لأن هذا الطريق إذا سلكناه انحرفت ثورتنا المباركة المضفرة إلى ما وصلت إليه الحكومات الفاسدة، ودخلنا في الاستبداد ودخلنا في الظلم، وبعد ذلك نجد أنفسنا كأننا لم نصنع شيئاً. وقال الملأ من قوم فرعون: أتدر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ يعني هذا إغراء لفرعون بأن يفسد، وأثاروا فيه الحمية والنعرة: كيف تترك واحد يريد أن يفسد البلاد ويتركك أنت ويترك آلهتك؟ فرعون أخذته الحمية كما يقع لأي حاكم لا يكون ناصحا لنفسه ولا يكون ناصحا لله، أجابهم جوابا يشبع غرورهم ويرضيهم،
قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، سنعمل بهذه الوصاية فاسدة، مع أنها فاسدة وأنها غش. قال سنقتل أبناءهم يعني الذكور سنقتلهم، ولناث سنتركهم أحياء خدم لنا. سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم يعني نتركهم أحياء ليكونوا خدما لنا. وإن فوقهم قاهرون بالقوة والاستبداد والغطرسة والظلم. قوم موسى عليه السلام سئموا من الظلم لأنهم لم يتغير عليهم الحال. قبل أن يأتيهم موسى كانوا تحت الخسف والظلم والقهر، وبعد مجيء الرسالة كانوا يتوقعون أن يتبدل عليهم الحال وتحولوا إلى أن ينصروا وأن يستعيدوا قوتهم ويستعيدوا حريتهم. قالوا لموسى أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني لم يتغير الحال، كيف الحال؟ ماذا نصنع؟ ضجروا ملوا. قال له موسى عليه السلام عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أمرهم بالصبر وأملهم في النصر بحيث تبقى هممهم قوية وأملهم في الله قوي ولا ييأسوا ولا يقنطوا، وترجى من الله عز وجل أن يهلك هذا العدو. ثم حملهم المسؤولية بعد أن يهلك الله هذا العدو، حملهم المسؤولية عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، يمكن لكم وتبقوا أنتم في مكان فرعون، أنتم الذين تحكمون، لكن ما يترتب على ذلك من مسؤولية هذا هو الذي يجب أن تنتبهوا إليه وتتوقفوا عنده، فينظر كيف تعملون. هذا هو محل السؤال الآن الذي نريد أن نبدأ الكلام منه. والله عز وجل وفى لموسى بما أمله، لأن موسى تأدب في الطلب ولم يقطع ويقول الله عز وجل سيبيد فرعون ويهلكه، وإنما قال عسى، ترجى من الله وترجي وهو في غاية الأدب، فالله عز وجل وفى له ذلك. فالذي نريد أن نصل إليه أن الله عز وجل أباد الظالم وقطع دابره واستخلفنا في الأرض ومكن لنا، فالله عز وجل ينظر ماذا نعمل في هذه الخلافة، هل نقوم فيها بالعدل، هل نقوم فيها بالحق، هل نؤدي الأشياء التي كنا ننادي بها على وجه صحيح، كنا نتضجر من الظلم وننادي بالكرامة وننادي بالحرية وننادي بإقامة الحق وإقامة العدل وقمع الظلم وقمع الباطل، هل نحن صادقون في ذلك؟ لأن الأمر ليس هو بالكلام، الشعارات كل إنسان يقدر عليها، كل إنسان يستطيع أن يتكلم ويقول أنا فعلت وأنا صنعت وأنا حر وأنا أطلب الكرامة وأنا أطلب العدل وأنا قتلت وأنا من الثوار الأمر ليس بالكلام، الكلام لا قيمة له، الأمر يتعلق بالعمل والفعل. شعار المسلمين وقل اعملوا، ليس وقل قولوا، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. والله عز وجل قبح الذين يقولون ولا يفعلون، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني كبر مقتا جرما عظيما وإثما كبيرا أن تقول شيء وتفعل غيره، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فنحن نريد أن نراجع أنفسنا في هذه الأسابيع والشهور القليلة، هل نحن لسرنا على الطريق الذي كنا نتكلم وننادي به، أم أن عندنا أشياء الآن يجب أن نراجع أنفسنا قبل فوات الأوان؟ هل الثائر الذي خرج للإطاحة بالظلم وقطع الاستبداد والكبرياء والغطرسة والظلم وإقامة الحق، هل هذا الثائر يكون ثائراً حقيقياً عندما نرى أشياء كثيرة الآن من السلبيات نشاهدها؟ نبدأ بأي مسألة من المسائل. نحن الآن في أمس الحاجة إلى جمع الكلمة ووحدة الصف حتى يقدر ولي الأمر على أن يفرض القانون على الناس ويحقق العدل.
هل أعناه على ذلك الذي أراه وأشاهده أننا لم نستطع أن نعينه بعد، لأننا نشغل الحكومة الآن بمعارك كثيرة جانبية ليست هي من اختصاصاتها، وإنما تشغلها عن الواجب الحقيقي وهو إقامة الحق وإقامة العدل وتثبيت سلطانها وبسط نفوذها وفرض القانون، لأنه دون فرض القانون ودون بسط سيادة الحكومة على الدولة هل يستطيع أحد أن يصل إلى حقه؟ كثير من الناس يأتون ويشكون ظلمنا، هناك ناس مظلومين، هناك ناس مظلومون في السجون معتقلون بغير وجه حق، قد يعذبون ولا حق لمن عذبهم في ذلك، هناك ناس دخلوا على السجون وخرجوا منها ناس مجرمين بطريق الرشوة، هناك ممارسات سيئة في السجون، مخدرات، خمر، هناك سلبيات تقع من التوار الذين قاموا للجهاد في سبيل الله وقدموا أرواحهم تضحية في سبيل الله وحملوا أرواحهم على أكفهم وبذلوا أغلى ما يملكون، لأن نجد منهم ناس منحرفين يشربون الخمر أو يأخذون الحشيش أو يعبثون بالسلاح في الهواء زي ما نسمع كل يوم، ليلة البارحة ليلة مزعجة هنا في تجورة، حرام عليهم، هذا غير جائز شرعا، لا يجوز للمسلم الذي عنده سلاح كان يتقي الله أن يطلق طلقة واحدة الآن في السلاح من السلاح الذي في حوزته وفي ملكه، لا لمناسبة فرح ولا عرس ولا حزن ولا لأي سبب من الأسباب، فإن هذا من أكبر المعاصي عند الله عز وجل وصاحبه آثم، وإذا قتل إنسانا فهو مسؤول عن قتله، عندما يفرغ الإنسان رصاصة في الهواء وأحيانا هي قذيفة وليست رصاصة هل يعلم أين تسقط؟ هل عنده علما بذلك؟ قد تسقط على خزان وقود فتهلك قرية بأكملها، تسقط على إنسان بريء ماشي على حالة خارج لصلاة المسجد لصلاة الفجر في المسجد، قتلت إنسان خرج ليعبد الله عز وجل، فلا يجوز ترويع المسلم بحال من الأحوال، الأمر الذي يحصل هذا فيه ترويع للناس وتهديد لأمنهم وإظهار البلد بمظهر الفوضى ومظهر أن الأمن فيها غير مستقر ولا مستتب، وهذا يعطي انطباعاً سيئاً أيضاً، انطباعاً سيئاً أيضاً على الدولة، وأن الدولة غير قادرة على أن تسيطر على المدن، وهذا يشجع المنظمات الدولية الخارجية بأن تكتب تقارير سلبية تديننا ولا تمكننا حتى من الوصول إلى حقوقنا، لأنهم الآن ينتظرون ينظرون إلينا ويترقبون يراقبون مراقبة دقيقة بمجهر السفارات والبعثات الدبلوماسية والمخابرات، وأنا أعتقد أن كثير من المخابرات الآن موجودة في وسط البلد بسبب عدم استتباب الأمن، نحن نعلم أن الحكومة لم نعطيها فرصة حتى لتتمكن من السيطرة على المنافذ على الحدود، وعندما تكون منافذ غير مسيطر عليها ما تتوقع أن يدخل منها، يدخل منها المجرمون ويدخل منها الحشاشون وتدخل منها شحنات الحشيش بكميات كبيرة، وكل مجتمع فيه ناس مندسون وفي ناس يريدون الفساد وفي ناس دممهم ضعيفة ونفوسهم ضعيفة، عندما يجدون هذا مرتعا خصبا وليس هناك حكومة قادرة على أن تقف كل أحد عند حده، ليس هناك الآن ضباط شرطة مفعلون تفعيلا حقيقيا، أكثرهم غائبون، ومن هو موجود ليست له قدرة، ليس عنده سلاح، ليس عنده قوة، لأن وزارة الداخلية وزارة الدفاع لا نزال لم نمكنها من أن تضع أقدامها ثابتة على الأرض، نحن نشغل الحكومة الآن بمعارك لا علاقة لها بها، كل مرة التوار يعملون إشكال ويعملون مصادمات
زي ما حصل بين سوق الجمعة وبني وليد، زي ما حصل بين الزاوية والشفانة، زي ما يحصل الآن بين مناقد كثيرة ومتعددة لا داعي لذكرها، تتوتر الأمور وتبقى هناك مناطق وبؤر تشتعل، والحكومة بدل أن تجتمع لتخرج قرارات فعالة في حل مشاكل الثوار الآن وكيفية تجميع السلاح الكبير المنتشر الآن بكميات كبيرة وسلاح ثقيل ليس حتى من السلاح الخفيف، بل أن نعطيها فرصة لتفكر وتضع المشاريع وتوضح لنا كيف يمكن يعني استيعاب هؤلاء الناس الذين آلاف مؤلفة الآن في الشوارع وفي الطرقات ويعيشون في فراغ، وكان عندهم ما يشغلهم وهو عدو يقاتلونه، الآن ليس لهم شيء، يعيشون في فراغ والسلاح بأيديهم. بدل أن تجلس تفكر المشاكل الموجودة الآن فيما يتعلق بالجرحى والشكاوى كثيرة، وقد أوفدوا منهم أعداد كبيرة إلى الخارج، وهناك يعني تضارب، الناس مختلفون في هذا الأمر، من الناس من لا يستحق العلاج في الخارج أو استحق العلاج في الخارج وعالج ثم بعد ذلك صار يسرب أهله وأقاربه وصار يعالج ما ليس له علاقة بالمعركة ويكلف الدولة آلاف مؤلفة من الأموال بغير وجه حق، وهناك أناس آخرون يستحقون العلاج وهم في الخارج مهملون، ليس هناك من يأخذ بأيديهم ولا يقوم بشؤونهم ولا يطيب خاطرهم. ثم بعد ذلك لما نرى هذه السلبيات نلوم الحكومة، نقول الحكومة مقصرة، لم تقم بواجبها نحو الشهداء، والشهداء ضحوا بأرواحهم وفعلوا ما فعلوا والحكومة مقصرة. الحكومة أنت لم تعطيها الفرصة، لم تعطيها الفرصة لتحل مشكلة الأمن ولا مشكلة النيابة ولا مشكلة القضاء ولا مشكلة السرقات ولا مشكلة المخدرات ولا مشكلة الحدود ولا مشكلة الجرحى، أنت تشغلها بمعارك جانبية تبقى ساعات طويلة من الليل ومن النهار بحيث تصلح بين المتخاصمين حتى لا تنفجر المعركة من جديد وندخل في فتنة وحرب بين القبائل وبين الناس يعني المتخاصمين. هذا أمر في غاية الأهمية، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونقدر المصلحة العامة. نحن الآن في أمس الحالة الحاجة إلى أن تجتمع كلمتنا كما اجتمعت كلمتنا في السابق، نتغاضى عن المسائل الصغيرة ونترك الفرصة للحكومة حتى تستطيع أن تفرض القانون. بسبب عدم فرض القانون والحكومة ليس لها قدرة على ذلك، لأن السلاح الذي بأيدي الناس ليس في أيدي الحكومة، ليس لها قدرة على ذلك. حتى وزارة العدل ووزارة الداخلية عندما تطلب فريق متخصص مثلا ليرفع الظلم على المسجونين الذين الآن كثير منهم معتقل وهو بريء، وكثير منهم ربما أودي وعذب في السجن من غير وجه حق، حتى عندما تطلب ناس أكفاء أمناء من النيابة من الناس المهنيين، لأن الثوار بارك الله فيهم والمخلصون منهم على الأخص قاموا بواجب عظيم، لكن لابد أن نسند لكل أهل اختصاص اختصاصه. هؤلاء ليسوا مهنيين وليسوا هم لهم قدرة ولا يعرفون القانون ولا طرق التحقيق المهني، قد يحققون تحقيقا خاطئا لا نصل به إلى الحقيقة ولا نستطيع أن نتحصل على المعلومات المطلوبة، ويسير التحقيق بطريقة خطأ ويبقى نفرج عن المجرم ونتهم البريء. هذا أمر من يضع في نصابه؟ من يصوبه؟ من يصححه؟ الناس المهنيون. الدولة عندما نمكن لها، عندما نمكن لوزارة الداخلية أن تقوم بعملها ووزارة العدل أن تقوم بعملها، تفرز لنا الناس المتخصصين الأكفاء وكلاء النيابة والمحققون في النيابة وفي ضباط الشرطة، يكون تحقيقهم طبقا للقانون. هؤلاء الناس عندما تطلبهم الدولة الآن وتطلب من فلان وتقول له اذهب للتحقيق، يقول لا أنا لا أستطيع لأني في غير آمن على نفسي، أذهب للتحقيق مثلا في مركز في نقطة من نقاط التوار في تجورة أو في زنزورة كذا، يهجم علي التوار ويأخذون مني المتهم وربما أتعرض نفسي للقتل، لأن
هناك ناس ليست لهم رغبة في أن يقوم بهذا التحقيق، فهؤلاء الناس يعني لا يستطيعوا أن يقوموا بواجباتهم. وإذا كان هذا الأمر غير موجود والناس لا يقدرون على القيام بواجباتهم، فكيف يصل الأمن؟ لا يمكن يصل أن يخاطب الناس المظلومين الآن قبل غيرهم، عليهم أن يكفوا ويدعوا الفرصة ويتركوا الفرصة للحكومة حتى تفرض القانون وتفرز الناس المتخصصين في كل مرفق، سواء في الصحة، سواء في النيابة، سواء في القضاء، سواء في الشرطة. ضباط الشرطة أغلبهم غائبون. ضباط الشرطة أنا أناديهم، لابد الشرفاء منهم وأهل الخير والذين هم على كفاءة عالية، لا يجوز لهم أن يبقوا الآن في بيوتهم، حرام عليهم يبقوا في بيوتهم ويفروا من المعركة. هذا وقت المعركة الحقيقية الذي يجب فيها أن يسهم كل شريف وكل مخلص في البناء. معركة البناء هذه الآن هي أصعب من معركة التحرير السابق، هي أصعب وأشق. الليبيون بفضل الله نجحوا نجاحا باهرا في التحرير في ميدان القتال، أظهروا بطولات نادرة بهرت العالم، ولم يولوا ظهورهم العدو، ماتوا واستبسلوا وأرادوا الشهادة، فالله عز وجل لم يخلفهم ومكن لهم. من أراد الشهادة مكن له من الشهادة، ومن أراد النصر مكن له من النصر. لكن أرى الآن أن الأمر صار يختلف، نجحوا في معركة التحرير ولكن نراهم ربما يفشلون في معركة البناء، لأني أرى الناس الآن يتصارعون على الأماكن ويتصارعون على النفوذ ويتصارعون على السلطة ويتصارعون على المال. بأي حق الإنسان يأخذ مال أياً كان هذا المال؟ تجد أعداد كبيرة من الناس همه أن يتحصل على سيارة فاخرة ب50,000 ب100,000 لا يبالي، ويستحوذ عليها ويرى أن هذا، يقول لك هذه غنيمة وهذه فرصة، ويفسر الأمر تفسيرا خاطئا، يقول لا أدري بعد ذلك هل يعني قد أهمش قد كذا. أقول لهم ليس هناك تهميش، عليهم أن يتقوا الله. إذا مكنوا للحكومة بأن تقيم العدل، كل إنسان يصل إلى حقه وكل إنسان يصل إلى ما يريد. ليس هناك تهميش لأحد، لكن التهميش يقع عندما نستبدل لجان ثورية سابقة بتاع القذاف بلجان ثورية جديدة، لأن هذا من أخطر ما يكون، أن نخلق مراكز قوى الآن ويبقى الناس يتناحرون على السلطة وعلى السيارات وعلى الأموال، وكل واحد يخلق لنفسه منصب ورئاسة وهيئة سواء كان لها داعي وليس لها داعي. نريد الثوار الأبطال، نريدهم كما عهدناهم، كما كانوا صدقا عند اللقاء ينبغي أن يكونوا صدقا عند البناء. النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأنصار بقوله إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. هذه الصفة التي نريد الثوار أن يتصف بها، والحكومة لن تتركهم أبدا، لا يمكن أن يسكت أحد. يعني لا تعتقد أن الأمر سيمضي كما كان في السابق وتبقى الحكومة تجعل نفسها هيلمان ونفوذ وجماعة حولها وتهم السائر الناس يعيشون في الفقر ويعيشون في الإهمال ولا تهتم بمشاكلهم. هذا بإذن الله لن يعود أبدا. لابد من إقامة الحق، وكل إنسان لابد أن يصل إلى حقه، والحق نصل إليه بالكفاءة بالمقدرة بالعمل بالإخلاص، لا نصل إليه بالمغالبة ليمسك حاجة يقول أني مسكتها وهذه أصبحت حلال لي. هذا ظلم، هذا لا يمكن أن يقبل، لا يمكن أن يقبله الناس بعد هذه التضحيات. ثقوا تماما أنه من استولى الآن على شيء وإن سكت الناس عنه مداراة بحيث لا نخلق فتنة وفوضى في هذا الوقت اللي الدولة فيه غير قادرة على بسط نفوذها، لكن عندما يفرض القانون لا يمكن أن يبقى أحد بهذه الصفة. لابد الإنسان تجد كل إنسان يصل إلى حقه، ولا يمكن الإنسان يغنم شيئا هكذا بالمغالبة، يستولى على سيارة ظلم ب40,000 ب100,000 كذا ويبقى يسرح فيها ويمرح ويرى نفسه، وأن هذه ليست غنائم، هذا المال مال الدولة، حرام عليكم. أريد كل إنسان يسائل نفسه الآن، من عنده سيارة واخذها من غير وجه حق، ولا واخذ أي مال من الدولة من غير وجه حق.
أريد أن أسأله، هل أنت عندك قدرة يوم القيامة على أن تحمل هذه السيارة من النار على عنقك يوم القيامة؟ هل أنت قادر على ذلك؟ إن كنت قادر على ذلك فافعل، ستكون هذه السيارة بثقلها وحزمها، والناس الآن يتنافسون كل ما تكون السيارة أكبر يكون هو يكون حرصه عليه أشد. أقول لك كل ما تحرص على مثل هذا الأمر فأنت تحرص على قطعة من النار تضع على عنقك وتأتي بها في المحشر يوم القيامة أمام الأشهاد فضيحة لك. وإن أنت الآن أظهرت الإخلاص، وإن أنت الآن أظهرت العمل للبلد أمام الناس، والناس اعتقدوا أنك إنسان صالح وأنك إنسان فعلت وعملت وقدمت، هذا سيكشفه الله عز وجل وسيخزي صاحبه، لأن الله عز وجل يقول كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة. كل غادر، كل من يغدر، كل من يخون له لواء يوم القيامة. ما الفائدة من رفع اللواء؟ بحيث يعرف، مش معناه هو يقول إن دخلت الزحمة ولا حد يعلم بي ولا يعلم بي أحد، بل ينصب له لواء. لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له يوم القيامة. ولا غادر أعظم من غدر إمام جماعة. أنت عاملينك على مجموعة من التوار، على مجلس عسكري، على غرفة أمنية، على أي جهة أحيانا قد تكون اختنقتها لنفسك، وتظهر النصح وتظهر أنك تناصر التوار وتناصر المظلومين وتناصر الحق، وتذهب إلى المسجد وتصلي، والناس أحسن بك الظن وظنوا وصاروا يشكرونك ويمدحونك لإخلاصك الظاهر، وأنت في الواقع لك شيء آخر، تحرص على الغنيمة وتحرص على المال وتحرص على السرقة وتحرص على الترأس. فالله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مثل هذا سينصب له لواء يسمى غادرا، وينصب له لواء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ويقال له، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هناك غدر أعظم من هذا الغدر، أن إنسان يترأس على جماعة ويكون إمام ليهم ورئيس ليهم، ثم بعد ذلك يخرج بهذا المظهر. فهذه الأشياء التي الآن الناس يتساهلون فيها ولا يبالون، ويأخذون أموال الدولة ويسارعون في إخفائها، هذه كلها أمور حرام لا تدل شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حتى المقدار القليل، ليس فقط السيارة التي تساوي 100,000 ولا 40,000 ولا 50,000، بين ذلك وقال: اتقوا الخياط والمخيط، وفي رواية اتقوا الخائط والمخيط، يعني اتق الإبرة، اتق الخيط، ليس السيارة وليس المال وليس الذهب وليس المنصب، عليك أن تتقي هذا القليل، اتقوا الخياط والمخيط، فإن الغلول نار وعار وشنار يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوق فهو غلول. عرف على النبي صلى الله عليه وسلم الغلول الذي يأتي به الغال يوم القيامة على رقبته من النار، عرفه لنا بقوله: من استعملناه على عمل، عملناك على هذه الجهة، على ذاك المكان، على هذا السجن، على هذه اللجنة، على هذا المجلس، فكتمنا مخيطا ولا خائطا ولا إبرة فما فوق، كل هذا غلول. لابد من أتى إليك بشيء من أموال الدولة أن تسلمه إلى الدولة، لا يجوز استعماله في شيء من حوائجك الخاصة إلا بإذن الدولة، هذا الذي يجب أن يفعل. ولذلك أريد أن أحذر من هذه المخالفات، لأن هذه المخالفات إذا كثرت تسيء إلينا وتسيء إلى الثورة، وتجعل العالم الآخر الذي يتربص بنا أن يبعث التقارير السيئة للدول في العالم الخارجي وفي هيئة مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة ولمنظمات العفو الدولية التي الآن تراقبنا. لأن إذا كثرت هذه المخالفات وكثر انتشار السلاح وكثرت الفوضى وكثرت السرقات، مع ذلك أن التقارير ستكون كلها سلبية، وعندها ستعيد هذه الدول كلها النظر في موقفها منا. بعد ذلك حتى الناس الذين قبضنا عليهم من أتباع القذافي وأبنائه قد لا يسمحون لنا ولا يثقون فينا أن نحاكمهم في بلادنا، يقول: أنتم ليس لكم قدرة على الأمن ولا ضبط أنفسكم
وأن عندكم تجاوزات في السجون كذا وكذا، وناس عدد كبيرة ماتوا منكم في السجون وعذبتموهم، وإذا فعلتم ذلك، ما دام فعلتم ذلك، فالعالم المجتمع الدولي يقول لا يثق فيكم ولا في قدرتكم على الأمن ولا في محاكمة عادلة للناس ولا يرجع الناس حقوقهم، ويقول لا، إن هذه الشعارات التي ترفعونها هي كلام فارغ وأنتم لا تقدرون على ذلك وتريدون أن تستبدلوا ظلما بظلم. هم قد يكون كاذبون في ذلك، لكن يجدون ذريعة بأن يقيموا عليها الحجة وينتزع منا هؤلاء الناس الذين قبضنا عليهم من أولاد القذافي أو من طبق الحلقة الأولى المحيطة به، وبعد ذلك نبقى إحنا خسرنا كل شيء. يؤلبون العالم علينا والدول علينا، فنريد أن ننتبه إلى خطورة هذا الأمر. أمرين لابد أن ننتبه إليهما: خطورة أن نعطي مثلا وقدوة صالحة لبلادنا. كل إنسان لابد أن يكون رقيبا على نفسه. الله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. لابد أن يكون واعيا فاهما لمسؤوليته، والإصلاح يبدأ من النفس. من كان مخلصا لله يبدأ من نفسه، أما أن يبدأ من غيره فهذا غش، هذا يغش نفسه، يعني يعتقد نفسه أنه على خير وعلى استقامة وأن أمورها كلها كذا، وأن الخطأ هو من فلان وفلان فقط وليس الخطأ منه. الذي يفكر هذا التفكير هو من بداية الأمر، من الخطوة الأولى هو مخطئ. إذا أردت أن تصلح حاسب نفسك أولا، راجع نفسك كل يوم، ما هي الخطوات التي فعلتها؟ أنت مؤتمن على أمانة في مرفق من مرافق الدولة في أي جهة كانت، كبيرة وصغيرة. كما قلت لكم أكثر من مرة، بناء من الحارس على الباب إلى رئيس الحكومة إلى رئيس المجلس الوطني الانتقالي، يجب على كل واحد أن يحاسب نفسه ويراجعها كل يوم. ماذا فعل؟ ما هو التقصير؟ هل سمح بشيء ما الأخطأ؟ هل أخطأ؟ أحيانا إنسان بشر، كل إنسان يحتمل، يعني قد يجتهد إلى الصواب قد يصدر منه خطأ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الخطائين التوابون. إذا تبت ورجعت نفسك يمكن الخطأ أن يصلح، لكن أن تتمادى في ذلك ويبقى نعطي سمعة سيئة على البلد ونظهر الإصلاح وفي الواقع ليس كذلك، وإلا نفعل الأشياء ونمارس الأشياء التي لا توصلنا إلى المطلوب ولا تمكن الدولة من بسط سلطانها ونفوذها، فنحن نخدع أنفسنا ونكذب على أنفسنا. وهناك أشياء كثيرة كثيرة جدا، يعني تلاحظ وتلاحظ وتجد التقصير يعني كل يوم يزيد بسبب غياب القانون. يجب علينا أن نلتفت إلى كل شيء. انظر مثلا، هناك مشكلة الآن في الغابات، مناطق الغابات الآن، لأن القانون غايب والدولة الشرطة الزراعية على ما كان فيها من مساوي في عهد القذافي والرشوة إلى آخره. لكن لا نستطيع أن نقول كلهم مرتشون ولا كلهم ظلمة ولا كلهم، لابد أن يكون فيهم ناس صالحين، عليهم أن يرجعوا إلى أعمالهم الناس الصالحين، الناس اللي لا نريد التسلق ولا نريد التملق ولا نريد الكذب. لابد أن نضع الأمور في نصابها. لكن كل قطاع في الدولة من الشرطة، سواء في الشرطة الزراعية ولا الأمن ولا الأمن الخارجي ولا الشرطة ولا المرور، كل هذه القطاعات لا نستطيع أن نعمم ونقول كل هذه الفئات فاسدة، بل هناك فيهم ناس أمناء صالحون حريصون على مصلحة البلد، عليهم أن يعودوا إلى أعمالهم. لأن الغابات الآن يبيدها الناس غير المسؤولين، المفسدون في الأرض، هؤلاء مفسدون في الأرض الذين يقطعون الغابات الآن ويستولون عليها ويسحفون عليها ويسوونها ويضمونها إلى أملاكهم. هؤلاء ظلمة مفسدون، يجب الضرب على أيديهم، يدخلون النار بهذا العمل الفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في أحاديث كثيرة صحيحة: من اقتطع شبرا من أرض طوق بسبع أراضين يوم القيامة. على هذا الذي يزحف الآن على الغابة أن يسأل نفسه، هل هو قادر على أن يعلق بعنقه قطعة من الأرض إلى الأرض السابعة إلى آخر الأرض، تعلق في عنقه مثل الطوق من النار، هل يستطيع أن يقوم بها؟ هل يقدر على ذلك؟ إن كان يقدر على ذلك فليفعل، لأن الدنيا أملها محدود قصير، سيعيش هو 20 سنة 100 سنة وسيموت، وسيعقب ذلك الغصص والعذاب والألام والمعاناة التي لا نهاية لها، ويترك هذا المال لولده من بعده يتمتع به وهو يتجرع غصصه. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يبين لنا
أبو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه دخل على عائشة فكلمها في مسألة فيها شبهة تتعلق بالأرض، ليس هي خصومة فقط، لا يريد أن يعتدي ولا يأخذ مال واضح زي ما يفعل الناس الآن، يعتدي على غابة ولا على جاره ولا كذا، أراد أن يتكلم في مع عائشة رضي الله عنها في خصومة بينه وبين الناس آخرين في الأرض. ماذا قالت له عائشة؟ نصحته النصح المرأة المؤمنة المسلمة اللي هي من بيت النبوة، قالت له يا أبا عبد الرحمن، اتق الأرض، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من يقول من اقتطع قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة، فحذرته من ذلك حتى لو كان عنده فيها شبهة يترك هذا الأمر، فما بالك بالظلم الصراخ الصريح. سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه كما ثبت في الصحيح كانت بينه وبين امرأة اسمها أروى خصومة على الأرض، فادعت أن الأرض لها كاذبة، وسعيد بن زيد هذا من أحد الصحابة العشر المبشرون بالجنة وكان معروفا بإجابة الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بإجابة الدعوة كان دعوته مستجابة، فلما تكلمت هكذا أمام الخصوم وأن تدعي أن سعيد بن زيد ظالم وأن الأرض لها، لم يملك شيء إلا أنه التجأ إلى الله وقال الله دعا الله عز وجل، قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في بيتها، فاستجاب الله دعاه لأمرين، لأنه مجاب الدعوة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها دعوة مظلوم، هذه أيضا يجب أن نقف عندها، دعوة مظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ومن أهم أسباب النصر في رأيه هو دعوة المظلومين في بلادنا، لأن أسباب النصر كثيرة، الله عز وجل يأمرنا بأخذ الأسباب كلها، لما يقول تبارك وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة بجميع أنواعها ليس فقط كما يظن الناس أن تعمل مدفع ولا دبابة، قوة المدفع والدبابة، قوة الإيمان، قوة الدعاء، قوة العلم، قوة المعرفة، استعمال الأشياء الحديثة، المعارف الحديثة، الإعلام الصحيح، هذه كلها من أنواع القوة، قوة المال، هذه كلها داخلة في قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فدعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، ولذلك أحذر الناس الآن من الظلم، أحذر الناس من الظلم، لا نريد أن نستبدل لجان ثورية بلجان ثورية، نحذر الثوار من الظلم سواء في السجون، نحذر اللجان أيضا، لكن هناك الآن لجان كثيرة في السابق هي أنشئت أو تنشأ الآن للبت والبحث في مسائل الناس والصالح منهم والطالح وتصنيف الناس، من هو مع الثورة ومن هو ضدها، في تثبيت وبيان حقوق الناس، يعني هل أنت عندك حق في هذا الأمر وليس عندك حق، يعني وزارة الصحة تبقى عندها لجان تحقق في الناس وفي الإطباء وفي الجرحى وفي من مثل مستحق للإفاد في العلاج في الخارج، لأن هناك لجان تضحى للوزارة مثل إنسان مريض بمرض خطير والدولة هنا ما عندهاش قدرة واستطاعة لأن تعالجه، يكتب له تقرير من طبيب نزيه أن هذا يجب أن يعالج في الخارج وما عندناش قدرة على علاجه، إنما يرفع هذا التقرير إلى الدولة، الدولة وزارة الصحة تحيله إلى لجنة، لجنة الإفاد، هذه مسؤولة أمام الله عز وجل، إذا كان هي تتصرف طبقا للضوابط السابقة، إذا جاء تليفون من رئيس الحكومة ولا من مساعدة ولا من صديقة ولا من شخص عرض عليه رشوة فهذا ظالم، هذا ظالم وعليه أن يتقي دعوة المظلوم، والله عز وجل يحذر من الظلم أشد تحذير، الظلم عاقبته وخيمة، الله لا يحب الظالمين، ومن يظلم منكم نذقه عذابا، فالظلم من أشد ومن أخطر الأشياء التي تزيل الدول وتزيل الناس وتمحق البركة، ويؤثر الظلم ليس فقط على صاحبه في مصيره في الآخرة بل في الدنيا، يخلي له بيته ويخرب له داره ويعقب هذا في ذريته وفي ولده، وبدل أن ينشئ نشأ صالحا وذرية صالحة تتبع شرع الله وأمر الله وتترحم عليه، بسبب هذا الظلم وأكل حرام تخرج من الذرية فاجرة كاذبة مدلسة غاشة، ذرية سجون وظلم،
وتبقى كل ما تفعل من جرائم ومن أعمال فاسدة يرجع بدلا أن تترحم عليه تلعنه، ويرجع الإثم عليه على الولي الأمر الأول وعلى الأب الأول وعلى الجد الأول الذي أعقب هذه أو رب هذه التربية الفاسدة السيئة. فهذه اللجان أيا كانت عليها أن تتبع في أعمالها وفي إجراءاتها وفي تقييم الناس الحق والعدل، ليس هناك مجال لأي معيار آخر إلا الحق والعدل والاستحقاق. من له حق لابد أن يأخذه، من يستحق يجب أن يأخذ، من لا يستحق ليس هناك الآن فرصة لأن نبقى نتنافس على الأماكن وعلى البعثات وعلى المناصب بالمحسوبية بالعائلة بالقرابة بالصداقة، بل لابد أن يكون الأمر بالاستحقاق بالكفاءة بالأقدمية بكل المعايير التي يضعها القانون. ومثل هؤلاء اللجان أريد أن أبين لهم وظيفتهم أنهم تماما مثل القاضي، من أسئل إليه وظيفة في أي دائرة أو في لجنة هذا له حكم حكم القاضي، إما أن يحكم بالعدل فيدخل الجنة ويكون يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة، وإما أن يكون في النار، وإما أن يأكل المال بالباطل ويرتشي ويغش ويكون في النار كما حذر القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا إثم، فلا بد من الناس أن ينتبهوا إلى هذا. كل من هو في لجنة وكل من هو متولي يعني جهة ليحكم فيها بين الناس أو ليبين الحقوق أو ليصنف الناس أو ليقيمهم يجب أن يعلم أن وظيفته هي وظيفة القاضي، هو قاض بالفعل ليفصل بين الناس، ولابد أن يقيم الوزن بالقسط ولا يطغى ولا يظلم ولا يكذب ويترك الأمور كلها تطبق وفق القانون ووفق الحق، لأن غير ذلك يدخله النار. هذا أمر لابد أن ننتبه إليه. الآن نجد الناس كما قلت يشغلون الحكومة أيضا بأشياء أخرى، اعتصامات ومظاهرات، قد يثير المظاهرات ناس أصحاب أهواء وأصحاب مصالح شخصية، يثيرون في التوالي يقول لهم أنتم هم شوكم، أنتم ما اعتنوش بيكم، أنتم الآن بعد ما بذلتم ما بذلتم يجي للجرحى، قد يكون فيهم واحد مظلوم ولا اثنين لا ننكر هذا، أو لكن سبب ذلك هو غياب القانون، فيثير فيهم هذه النعرة فيبقوا يتكلمون في الإعلام ويتكلمون في الصحافة ويهاجمون ويستنفر الناس للخروج في المظاهرات، قد يكون ناس في الجامعة، قد يكون ناس في بعض كما حصل في بعض المناطق من إخواننا في الجبل. يعني نريد الناس أن تنتبه، ليس الوقت الآن وقت زعزعة أمن ولا تهديد حكومة، بحيث الحكومة إذا لم تبسط نفوذها ولم تستطيع أن تطبق القانون لا أحد يستطيع أن يصل إلى حقه. فمسألة المنافسة الآن بين القبائل ولا بين الجهات ولا بين هذه الجهات عين منها وزير أو لم يعين منها وزير، هذا أمر غير مقبول بمنطق العدل. الناس كلهم متساوون. من أحسن الأشياء التي قررها علماء ليبيا في المجتمع في الاجتماع السابق من 3 أيام أو 4 أيام اتفقوا على نقاط مهمة جدا، وهذا الملتقى العلمي التقى فيه أهل العلم من ليبيا من أقصاها إلى أقصاها، لم يهمشوا أحد ولم يغفلوا أحد، كل الاتجاهات الفكرية سواء كانت سلفية صوفية معتدلة أمازيغ توارق تبو، كل الفئات وكل الفرق، وهذا من فضل الله شيء إيجابي رأيته في الدولة الآن، رأيته شيء إيجابيا أنهم اجتمعوا، وهذه خطوة كبيرة لأنه ما كان في السابق يسمح لنا مثل هذه اللقاءات وأن نقترب من بعضنا، كان هذا مثل هذه الاجتماعات محظورة، ليس هناك صوت إلا صوت الذي يريده النظام، استطاعوا أن يجتمعوا في خلال 3-4 ساعات خرجوا بقرارات في غاية الأهمية. القرار الذي أردت أن أشير إليه منها أن جميع الليبيين أن جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات، ليس هناك إقصاء لأحد بسبب العرق أو اللون أو الانتماء الفكري أو المذهبي، وإنما كلهم متساوون،
ولا تمايز بينهم ولا تفاضل بينهم إلا بالإيمان والعمل الصالح والتقوى، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن خلاص ما عاش عندنا أي معيار آخر، لا نقول هذا ينتمي إلى الجبل، ولا هذا ينتمي إلى فزان، ولا هذا ينتمي إلى طرابلس، الناس كلهم متساوون، لأن هذا هو قانون الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود ولا أحمر إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. فهذا المعيار معيار لابد أن ننفذه ونفعله ونطبقه، وينبغي للوعاظ ولأئمة المساجد والخطباء أن يعتنوا بنقاط كثيرة إيجابية في هذا الملتقى، ينبغي أن يفعلوها ويبينوها للناس، بحيث الناس ما يجيش واحد منهم عند مأرب وإلا جهة إعلامية عندها مقصد تريد أن تنفذه فتبت فيهم الفرقة وتثير فيها على فيها، وتقول للناس أنتم لا ليس عندكم وزراء، أنتم ناس همجتم لم يؤخذ بكم، أنتم ناس في الجامعة ما عملتوش امتحانات، أنتم كذا. لا نريد هذه الإثارات. تفضل. فالأمر إذن لابد، هذا الوقت ليس هو وقت الاستحقاقات، ليس هو وقت قسمة الغنائم، لأنه لا يمكن للدولة أن تعين وزيراً أو مسؤولاً من كل من أسهم في الجهاد. لو أردنا مثلاً حتى أن نأخذ المجالس العسكرية فقط، وإلا حتى
المدن المشهورة أو المجالس المحلية يمكن نصل حتى إلى 1000 مجلس، ولا هل بمقدر الحكومة أن تعين 1000 وزير للحكومة؟ هذا أمر غير ممكن، هذا غير قابل للتطبيق، ولا أن عاقل ينبغي أن يطالب بهذا. هذه الحكومة للتنفيذ، أما المسائل تشريك المناطق التي جاهدت، هو يكون ذاك استحقاق نيابي في المجالس النيابية في السلطة التشريعية، ليس في السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية ينبغي أن يتولاها الأكفى والأكثر أمانة وديانة بحسب الاجتهاد، ولكن ما ينبغيش أن نقول لا، لابد أن تكون في كل منطقة وزيرة وكل منطق مسؤول، هذا مطلب غير صحيح. ثم إن حتى الاعتصامات الأخرى التي الآن كثيرا ما نراها ونشاهدها أرى أنها لا مبرر لها. أنا لا أقول أنه ممنوع ولا حرام، ليس من هذا الباب، لكن أرى أن الوقت غير مناسب، لأنك أنت عندما تخرج الاعتصام تريد أن تطالب بحق، ترفع ظلم مثلا عن سجن، أو تريد تحقيق، أو تريد نزع السلاح. إذا أنت الحكومة ما أعطيتهاش فرصة بتستقر، كيف تستطيع هي أن تنفذ لك مطالبك؟ الآن هي ما عندهاش فرصة، ما عندهاش قوة، السلاح في أيدي الناس في الشوارع، وأنت تخرج تطالبها إما أن تفعلي كذا وإلا أن أخرج في مظاهرات. أنت لم تعطيها فرصة حتى هي مطالبك أنت هي تلقائيا في بالها وتريد أن تنفذها، لكن أنت لم تمكنها من ذلك. وذلك لا أرى أن الآن الاعتصامات بهذه الصورة وشل الحركة بهذه الصورة هذا ليس هو فعل الثائر الحقيقي. الثائر الحقيقي لا يشرب الخمر، الثائر الحقيقي لا يخترق إشارة المرور الحمراء، الثائر الحقيقي لا يعتدي على المسجونين، لا يظلم الناس، لا يتصرف تصرفا عشوائيا. الثائر الحقيقي لابد أن يتصرف بمقتضى ومنطق المسؤولية، هذا هو الذي يثبت أجره. أما إذا انحرفنا إلى قسمة غنائم وإلى ترأس وإلى نفوذ واستبددنا لجانا ثورية بلجان ثورية، فإن أعمالنا كلها السابقة ستذهب هباء منثورا أدراج الرياح، أبطلنا أعمالنا. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. كيف يبطل العمل؟ يبطل بالرياء، يبطل بمطلب الدنيا. قد يبدأ الإنسان عمله للآخرة ثم يفسده بعد ذلك، يبدأ صلاته في بادي الأمر أنه يصلي لله، ثم بعد ذلك يطيل صلاته عندما يرى إنسان يراقبه، يبقى يطيلها من أجل أن هو يستمتع برؤية الآخرين له، هو أبطل صلاته، ماشي دخلها صحيح بالنية السابقة خالصة لله عز وجل، لكن أفسدها في الأثناء. فنحن بدأنا الجهاد في سبيل الله، الله عز وجل نصرنا وأيدنا، لكن الله عز وجل ينظر كيف نعمل الآن، فينظر كيف تعملون، مستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لا نريد أن نبطل أعمال ونغير نياتنا ينال إلى الترأس وإلى الدنيا وإلى الرياء، نريد أن تبقى أعمالنا خالصة لها حتى الله عز وجل يتمم لنا النصر بإقامة الدولة العادلة التي يصل فيها كل إنسان إلى حقه. هذا هو الذي نبتغيه وهذا الذي نريده. هناك قرار آخر من القرارات التي صدرت في هذا الملتقى، وهي قرارات عديدة وكلها مفيدة ويجب الاعتناء بها وتفعيلها وتبيينها للناس حتى يلتفوا حولها. منها قرار أن الناس العلماء الذين يمثلون كل فئات ليبيا ويدعون الناس أن يعني يكونوا من ورائهم، أنهم يقدمون الشكر والثناء لكل من وقف معهم من الأمم ومن الدول، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فقدموا الثناء والشكر لكل الدول، وطلبوا من الحكومة أن تتعاون معها، وخصوصا الدول الصديقة والدول المسلمة مثل تركيا ومثل قطر ومثل الدول الإسلامية التي وقفت معنا في أحلك الظروف، ينبغي أن تنزل قدرها. كل دولة يعني تقدر بقدر ما قدمت، بحيث يكون أيضا هناك عدل وإنصاف في التعامل مع الدول. كل من أسهم وقدم وبذل في الظروف الصعبة لأهل ليبيا ينبغي للدولة أن تقف معه وأن تؤيده وأن تقدر موقفه. هذا أيضا من ضمن القرارات التي خرجت
من هذا الملتقى. وكما قلت هي منها أيضا قرار متعلق بالسلاح، أجمع أهل العلماء في ليبيا على أن بيع السلاح حرام، لا يجوز لأحد أن يبيع السلاح حتى ولو كان هو قد اشتراه بالمال، لا يجوز له بيعه لاتفاق أهل العلم وإجماعهم على تحريم بيع السلاح في زمن الفتنة باتفاق الأمة، لا يجوز لأحد في حوزته سلاح أن يبيعه، ولا يجوز له أن يخفيه إذا وضعت الدولة آليات لتسليمه أو ترتيبات خاصة بالسلاح، لا يجوز لأحد أن يخفيه في بيته ولا يخبر به الناس، ولا يجوز لأحد أن يتوسط أيضا، لأن هناك سماسرة الآن، هناك سلاح أو أسلحة تباع في كثير من المناطق ووجد لها سوق وتهرب إلى الجنوب وقد تهرب إلى دول أخرى مجاورة، وهذه بالإضافة إلى حرمتها وقد تقع في أيدي من ينقض على الليبيين في يوم من الأيام، هي أيضا تشوه سمعتهم. وكما قلت لكم عندما تحس الدول أن هناك أسلحة من ليبيا تخرج إلى الدول المجاورة وتقع في أيدي غير أمينة من ناس متطرفين أو من جماعة تابعين للنظام السابق أو غير ذلك، هذه كلها مؤشرات على أن الأمن غير مستتب في البلد، وهذه تعطي تقارير سلبية علينا. لابد أن نقف وقفة جادة فيما يتعلق بالسلاح. عندما تضع الدولة نظاما لتسليم السلاح أو ترتيبه بالطريقة التي تريدها، لابد جميعا أن نطيعها. ما فيش واحد يقول لا هذا سلاحي ولا أني اشتريته ولا أني 8 شهور يعني هو معي. الناس يعني قد تألف، يعني زي ما نقول يا ربي الكبد على الحاجة يبقى يصعب عليه انتزاعها منها. المصلحة العامة فوق الجميع. لابد الإنسان إذا طلب منه التسليم السلاح أن يسلمه، لأنه ليس معنى يسلم السلاح أنه يهمش ولا يلتفت إليه. بعض ضعاف النفوس يبتون في نفوس الثوار، يقولهم عندما يأخذ منكم السلاح ما عاش حد يهتم بكم. هذا كلام غير صحيح. يجب الثوار يكونوا في مستوى المسؤولية كما كانوا في السابق في مستوى المسؤولية وضحوا بأرواحهم، ينبغي الآن أن يكونوا رجالا أقوياء في مستوى المسؤولية، يقدرون المصلحة الحقيقية تقديرا صحيحا، لا ينجرون إلى أهل السوء وأقوالهم وأداسيسهم وأكاذيبهم. ونحن الإعلام للأسف الآن الإعلام في البلد لم يؤسس إعلام صحيح حقيقي يخدم مصلحة البلد بإيجابية وبحيادية وبموضوعية. الإعلام تتجذبه الأهواء والتيارات، من له يعني توجه فكري يريد أن ينشر توجهه من خلال الإعلام. إعلام للدولة لم يؤسس بعد، نريد الدولة أن تؤسس إعلاماً يتبع الدولة يخدم أهداف الدولة. الدولة لماذا قامت؟ للإنصاف والعدل والحق والحرية والمساواة بين الناس جميعاً، لا فضل بين أحد ولا آخر إلا بالتقوى والعمل الصالح. هذا المبدأ هو الذي نريد أن نؤسس إعلاماً يخدمه، لا إعلاماً يمثل جهة أو تياراً أو فئة. هذا الإعلام لا يزال غائباً، لابد من إعلام قوي يمثل هذا الاتجاه، لأن بهذه الصورة نستطيع أن نوصل للناس الحقيقة بحيث لا يستهويهم بعض يعني ضعاف النفوس. ولا أنا أخشى عليهم الآن حتى من المخابرات، مخابرات أجنبية سواء كانت مخابرات أمريكية أو مخابرات يهودية أو مخابرات إيرانية أو مخابرة بأي جهة، لأن عمل المخابرات دائما هو على خلاف ما تعلنه الدول. الدولة قد تظهر لك أنها صديقة وحريصة عليك، ولكن مخابراتها تعمل لما يضر البلد، وتعمل للمكائد، وتعمل للخبط، وتعمل للمكر. فلا بد أن نحرص ونحتاط من هذا الأمر. فمن يبين لنا هذا ومن يبين لنا المحقب المبطل هو الإعلام الحر النزيه الذي يخاف الله ويراعي المسؤولية. الكلمة، الكلمة مسؤوليتها كبيرة. الكلمة سلاح فتاك أخطر من سلاح الرصاص. الكلمة تقتل بها الآلاف وتنشر بها فتنة قد لا تنتهي ولا تتوقف، والرصاص قد تقتل به شخص أو شخصين أو ثلاثة. وذلك الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الإنسان لابد أن يحرص على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه قاعدة ذهبية من مشكاة النبوة على كل فرد منا
أن يتحلى بها. إن كان كلام فيه فائدة يثمر يضيف شيء إيجابي، ليس من ورائه قصد سيء، ليس من ورائه مكر، ليس من ورائه خبث، تريد به النصح، تريد به وجه الله، تريد به أن تنفع، فلتتكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. هذا هو معنى الخير، أن تقول شيء ينفع، يبني، يقيم، لا يهدم ولا يشتت ولا يفرق ولا يبث الفتنة ولا يثير فئة على فئة بحيث نضيع الأمور. هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يراعيه وأن يلاحظه. الله عز وجل يأمرنا بهذا، بأن نقول القول السديد. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.